السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائنا طلاب الصف الأول الثانوي. النهاردة هنبقى موجودين مع حضراتكم بنشرح مادة الفلسفة والمنطق، الفرع الجديد عندنا اللي هو مادة المنطق. هنشوف النهاردة هناخد إيه، هنتكلم النهاردة عن مادة المنطق ونبدأ نشوف إيه اللي موجود عندنا. موضوعاتنا هنتكلم الوحدة بتاعتنا اللي فيها علم المنطق، الوحدة الثانية، ودي فيها فصلين. الفصل الأول مبادئ المنطق، هنتعلم فيه مبادئ علم المنطق، مفهوم جديد علينا اللي هو الحدود والقضايا. وهناخد في الفصل الثاني حاجة جزئية أو فرعية من المنطق اللي هو الاستدلال، هناخد التعريف بتاعه وناخد الأنواع. أهداف الحلقة بتاعتنا النهاردة، مفترض إن احنا نتعرف على المعنى اللغوي للمنطق ونقدر نفسره، نقدر نشرح المعنى الاصطلاحي لكلمة المنطق، نبدأ ندلل بأمثلة من عندنا إحنا على أهمية المنطق في الحياة اليومية. عناصر الدرس بتاعتنا، هنتكلم على تعريف المنطق لغويا واصطلاحيا، المنطق في حياتنا اليومية وأهمية المنطق. نبدأ السؤال، تعرف إيه عن المنطق؟ إيه هو كلمة المنطق أو علم المنطق؟ بيتكلم عن إيه؟ علم المنطق ده واحد من فروع الفلسفة اللي بتتناول القواعد الخاصة بالتفكير. احنا عندنا تعريف المنطق بنتكلم على القواعد اللي بتتناول التفكير، بس قبل ما نبدأ ناخد في الجانب الاصطلاحي لازم نتعلم معنى كلمة المنطق في اللغة. لما بنيجي نتكلم على كلمة المنطق في اللغة لازم أردها لأصلها. كلمة المنطق ليها أصلين، أصل في اللغة العربية وأصل في اللغة اليونانية أو اللاتينية القديمة. اشمعنى الكلمتين دول يا مس او اللغتين دول؟ في اللغه العربيه طبيعه لدراستنا احنا باللغه العربيه او للغه القوميه بتاعتنا، واللغه اليونانيه اللغه الاصل اللي تم كتابه بها الفلسفه، المذاهب الفلسفيه القديمه. طيب في اللغه اليونانيه هي اصل اللغه الانجليزيه، فاحنا هنلاقي ان كلمه المنطق باللغه الانجليزيه معناها او بننطقها بنقول لوجيك، المنطق هو the logic. طيب ندور على الاصل بتاعها، هلاقي ان انا بتكلم على الاصل يعني المصدر بتاعها مشتق من كلمه يونانيه قديمه باسم لوجوس. طيب نبدا نشوف في المعجم او في القاموس اللغوي كلمه لوجوس بتعني ايه؟ ايه معناها يا مس؟ هلاقي ان ليها معاني كتيره جدا، ولكن ما يخص التفصيله او المعنى الاصطلاحي او استخدامات المنطق هلاقي ان هي جت عندنا بمعنيين، معنى الكلمه ومعنى العقل. معنى الكلمه يعني الكلام اللي احنا بنقوله. طب الكلام اللي احنا بنقوله ده بيجي مرتب، بيجي بتركيبات لفظيه معينه، بيجي بطريقه معينه، ده كده معنى الكلمه. طيب النص التاني قال لي العقل او التعقل، يعني ايه؟ يعني بنعقل الكلام، ما بنطلقش كلام الا لما بيكون سليم، عدى على فلتر العقل وقال ان الكلام ده صح او الكلام ده خطأ، وانا هنا بتكلم على اللفظ نفسه. يبقى كلمه لوجوس اللي هي الاصل لكلمه لوجيك اللي هو بالترجمه يبقى منطق، معناها الكلمه او العقل. طيب في اللغه العربيه هلاقي ان علماء اللغه العربيه ما بنيجي نطلع مصدر الكلمه او بنعرف هي اساسها ايه، بلاقي ان هو مشتق من المصدر نطق. طب لما نيجي نبص على المعجم بتاعنا، معجم مختار الصحاح او المعجم الوجيز او whatever من المعاجم العربيه، يقول لي ان النطق بمعنى الكلام الصادر عن العقل، يعني عدى على فلتر قال ان الكلام اللي انت هتنطقه ده ينفع يبقى صح او قد يكون خطا. لو خطا عقلك هيقولك ما تقولش الكلام ده. يبقى في اللغه احنا بنتكلم او بنقول كلمه المنطق بمعنى من اللغه اليونانيه القديمه اللي هي لوجوس بمعنى العقل او الكلمه. طب اللغه العربيه الكلام الصادر عن العقل، يعني كل ما يخرج من السنتنا بيعدي على فلتر اسمه العقل. يبقى ده كده تعريف كلمه المنطق. يبقى انا كده بتكلم على معنى اللغه، المعنى اللغوي للمنطق، والمقصود بتاعه ان انا بطلع الفاظي ازاي، بفكر ازاي، لان الافكار عباره عن كلمات فلازم ارتبها بطريقه سليمه او بطريقه صحيحه. نبدا نشوف بعد كده التعريف الثاني للمنطق اللي هو التعريف الاصطلاحي.
المصطلح العلمي بتعلم فيه ايه، ايه الحاجات اللي انا بدرسها في قلبه. الاقي ان التعريف للمنطق اصطلاحيا هو العلم الذي يدرس القواعد العامة للفكر الصحيح. ايه ده؟ ده علم؟ ايوه علم طبعا، لان ليه مجموعة قواعد ودلالات واجزاء واشياء مترتبة على بعضها البعض بتحدد لي التفكير بتاعي صح ولا غلط. ولو نلاحظ في التعريف، العلم الذي يدرس قواعد عامة للتفكير الصحيح، ما حدد ليش نوع التفكير، ما حدد ليش الموضوع اللي انا بفكر فيه، قال لي القواعد العامة. يبقى دي القواعد العامة اللي تسري على جميع موضوعات التفكير، وفي النهاية لازم يكون الحكم عليها انها تفكير صحيح. تمام كده؟ يبقى احنا في المعنى اللغوي بنتكلم على العلاقة ما بين الكلمة والعقل، وهنا في المعنى الاصطلاحي بيعلمني القواعد اللي تخلي تفكيري سليم في موضوع واحد، لا في أي موضوع في الدنيا، في أي علم من العلوم، في أي نمط تفكير مختلف عن الآخرين. طيب، يبقى هو زي ما احنا شفنا كده بيبحث في القواعد المتعلقة بجميع حقول التفكير الإنساني في مختلف المجالات، في الحياة طبيعيا أو في مجالات العلم والدراسة. المثال إن احنا دلوقتي احنا بنتكلم على الذكاء الاصطناعي وإزاي إن احنا بنستخدم التكنولوجيا بشكل سليم، هلاقي ان المبرمج اللي بيعمل لي البرنامج او الابليكيشن او التطبيق اللي انا بستخدمه، بضغط على زرار معين يفتح لي قائمة معينة، بيبدأ يستخدم المنطق في كتابة اكواد معينة احنا بنسميها الاكواد للخوارزميات، انه يتعرف انت عايز تعمل ايه فيتخليك تشتغل عليه. يعني لو انا ضغطت كليك يمين مثلا في الكمبيوتر، هيقول ان هيديني قائمه مصادله فيها 1 2 3 4. المبرمج عامل لي ده، عملها ازاي؟ باستخدام المنطق، استخدم التسلسل والتتابع المنطقي. القائمه دي مش هتظهر الا لما تضغط على زرار كليك يمين، يبقى لو انا ما ضغطتش القائمه مش هتظهر. هو بيدي ده امر للبرنامج بتاعه كتكويد عشان يطلع لي مخرج جديد او يخلي البرمجيه دي تنجح بشكل سليم. تمام كده؟ طب ايه تاني؟ بيعلمني ازاي ان انا اقيم ما بين الاحجام، من الكل اكبر من الجزء، ده قاعده منطقيه، ده قاعده عامه على كل. طيب بيعلمني ايه تاني؟ بيعلمني ازاي استخدم التحليل والتركيب، بيعلمني ازاي استخدم الالفاظ بدقه، وده اللي احنا هنشوفه في سياق الحصه بتاعتي. يبقى احنا تعريف المنطق في اللغه من جاية من اللاتينية بكلمة لوجوس ومعناها الكلمة أو العقل، والتعريف التاني في اللغة العربية الكلام الصادر عن الطعام. ولما نيجي نبص على المعنى الاصطلاحي، هو العلم الذي يدرس القواعد العامة للتفكير الصحيح. طيب نشوف سؤال كده، نبص على السؤال عندنا، فكر معانا كده، مجموعة القواعد المستخدمة في تقييم المعتقدات وتمييز الصحيح عن الخاطئ منها. العبارة دي بتشير إلى معنى شيء، هل بتشير إلى معنى اللغة، ولا بتشير إلى معنى المنطق، ولا بتشير إلى معنى الدين، ولا بتشير إلى معنى العلم؟ فكر معايا شوية كده. قواعد مستخدمة في تقييم المعتقدات وتمييز الصحيح عن الخاطئ. إيه ده؟ مش ده يتساوى مع المعنى الاصطلاحي لكلمة المنطق؟ برافو عليك. كلمة المنطق، يبقى ده تعريف لكلمة المنطق، يبقى بشكل مختلف عن التعريف الاصطلاحي اللي احنا خدناه. ممكن يجي يسألني سؤال يقول لي استنتج بأسلوبك تعريف المنطق اصطلاحيا، ده ينفع يكون تعريف. مجموعة قواعد مستخدمة في تقييم المعتقدات وتمييز الصحيح عن الخاطئ منها. كمان سؤال، القواعد التي يقود بها الإنسان عقله نحو التفكير الصحيح. العبارة السابقة تشير إلى معنى اللغة، ولا الحوار، ولا التحليل، ولا المنطق؟ هنرجع ونقول قواعد يقود بها الإنسان عقله نحو التفكير الصحيح. يبقى القاعدة اللي أنا همشي عليها بأفكاري عشان أوصل لتفكير سليم ونتائج صحيحة هي أكيد إيه؟ برافو عليكم، هي كلمة المنطق. ننقل مع بعض لجزء تاني، نتكلم على استخدامات المنطق في حياتنا اليومية. هل الإنسان لازم يدرس المنطق علشان تفكيره يبقى سليم؟
سؤال بنطرحه هيقول لنا نلاقي ان احنا بنشتغل او دماغنا دايما شغال في مواقف مختلفة، تفكيرنا لا يقف، الانسان بيفكر 24 ساعة في ال 24 ساعة. طب التفكير ده ايه اللي بيستحس التفكير؟ ايه اللي بيخلي الانسان يفكر بشدة؟ لما بيكون عندنا مشكلة. الانسان عادة بياخد باله انه منتبه للتفكير في شيء ما امتى؟ لما بتكون في مشكلة. طب المشكلة دي هو بيفكر فيها ليه؟ عشان عايز يحلها، عايز يتخلص من الصعوبة والألم اللي متعرض ليه من وجود المشكلة أو التوتر أو. طيب وهو بيفكر بيبدأ معانا أول حاجة يشوف المشكلة هي إيه وإيه الحلول الممكنة كلها. يدور ده فلان شاف المشكلة دي عمل فيها كذا. إيه أنا كن لو هنفترض إن المشكلة إن أنا مش قادر أحصل في مادة إيه وليكن إيه مادة اللغة الإنجليزية، هلاقي ان يبدا الطالب او هبدا انا ادور هي المشكله بتاعتي فين، في حفظ الكلمات ولا في حفظ الجرامر ولا في التطبيقات اللغويه بتاعتي. انا مش عارف، وانا مش جايب درجات كويسه في الانجليزي بس انا عايزها. يبقى انا فكرت المشكله ايه الاول وبدات اسال زمايلي انت بتذاكر الانجليزي ده ازاي، يبدا يقول لي ده انا بقعد احفظ كلمات وبحل اسئله كتير وبجيب الاسئله اللي جت في الامتحانات السابقه واقعد احلها كلها عشان كده انا بجيب درجات كويسه. ده واحد. واحد تاني يقول لا انا بحب الترجمه، اقعد اخد الكلمه باللغه العربيه واخدها في اللغه الانجليزيه واقعد احفظهم واترجم جمل كتير فاعرف الكلمات اقدر اترجم السؤال بسهوله فحله على طول. ده واحد. واحد تالت انا بحفظ القواعد بتاعه الجرامر كلها بتطبيقاتها باسئله كتير ومن خلال كده انا بعرف كلمات كتير فبعرف احل. كل واحد اداني حل لمشكله. انا بفكر واشوف من استعراضي للحلول الممكنه للمشكله دي وببدا اتعامل معاها. طيب واحد تاني لا يا عم انا بنجح انا بشغل ترجمه. ايه ده؟ ثانيه واحده، ما ده حل برضه بس حل خاطئ. ابدا ان انا اشوف لا 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 ده مش الحل الاخير ده مش هيخليني اتمكن من اللغه الانجليزيه، فانا محتاج ان انا اشتغل على نفسي. هفاضل ما بين واحد من الحلول الثلاثه الاولانيين واختاره. يبقى انا بستعرض الحلول الممكنه لاي مشكله. نمرة اتنين بقيم الحلول واشوف منها الصح والغلط والغلط اسيبه. نمرة تلاتة اختار الحل المناسب ليا الصحيح اللي بيتناسب مع الفرد نفسه. طيب ده كده بالخطوات دي، احنا اي انسان بيستخدم الخطوات دي. انا لو ماما هتنزل تشتري ادوات المدرسة عشان كل سنة طالبين احنا بداية العام الدراسي، فهتنزل تجيب مقلمه وكراسه وشنطه بتبدا تفاضل الخامه وتبدا تفاضل الساعة وتشوف ايه الحاجات دي. ايه ده؟ طب ما هي بتحل مشكله، انا عايزه اجيب احسن حاجه باقل سعر، افضل جوده باقل سعر. هي عندها المشكله ان السعر مش ايه مش متوفر معايا ان انا اجيب حاجات غاليه، بس اقدر اجيب حاجات كويسه او حاجات تنفع معايا ينفع استخدمها. يبقى بتستعرض كل حاجه وتسيب اللي ما ينفعش وتختار اللي ينفع. ايه ده؟ دي مش مشكلة بس استخدمت نفس الخطوات. تمام كده؟ يبقى احنا بنستخدم في حياتنا اليومية المنطق من غير ما ندرس يا مستر، من غير ما ندرسه. طب بندرسه في ايه؟ حاجة اسمها التفكير المنطقي. بنبقى قاعدين في وقت وبنتكلم مع بعض الافراد ولا اني حد بيبدأ يديني رأيه كده اقول له تصدق كلامك صح ده كلام منطقي. يعني ايه كلام منطقي؟ يعني كلام معقول، يعني كلام موزون، يعني كلام عدى على العقل واتفلتر واتأكدت منه ان هو صحيح. يبقى الانسان العادي بيستخدم قواعد التفكير السليم دون دراسة، ما بيدرسش علم المنطق، لكن بيبقى موجود فيه الاستعراض للمشكلة ورفض الحلول الخاطئة واختيار الحل الصحيح اللي احنا بنسميه التفكير المنطقي. تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا العادي ان الانسان بيستخدم المنطق دون دراسة في التفكير المنطقي. طيب لو انا بقى درست هيبقى التفكير اكثر صحه واكثر منطقيه، وهنا يفيدني بقى في الدراسه بتاعتي في مجالات اخرى. لو انا في حياتي اليوميه بقدر اتعامل بالتفكير المنطقي بشكل بسيط في المشكلات البسيطه، لكن فهيجي عليا وقت ان انا احتاج اتعامل بشكل اكثر تخصصي، يعني اتعامل بحاجه كبيره شويه عن كده. تمام؟ طيب نبدأ نشوف نلاقي إن أنت بتستخدم التفكير المنطقي إمتى؟
أعلنت نتيجة الفصل الدراسي الأول فسألت معلمك فأخبرك أن كل الطلاب ناجحون. أنا رحت النهاردة المدرسة أو اتصلت بالمستر، يا مستر النتيجة ظهرت. إيه اللي حصل؟ قال لك المدرسة كلها نجحت. إيه ده؟ شكرا يا مستر، شكرا على إن أنت بلغتني إن أنا نجحت. هو ما قاليش، بس هو قال إن المدرسة كلها نجحت. إيه ده؟ يبقى أنا استنتجت إن أنا نجحت. مش لو أنا لقيت إن الكهرباء قطع عن العمارة بتاعتي، فأكيد الشقة اللي أنا ساكن فيها الكهرباء قطع عنها. إيه ده؟ طب دي اسمها إيه؟ دي قاعدة منطقية بتقول ما يصدق على الكل يصدق بالضرورة على الجزء المندرج تحته. الحكم اللي أنا بقوله على الكل لازم يتطبق على الجزء اللي تحت منه. عشان كده لما الاستاذ قال لك ان كل الطلاب ناجحون، ايه ده؟ ما انا طالب في المدرسه يبقى انا نجحت. الحكم اللي قال ان كل الطلاب ناجحون يبقى انا كمان طالب، يبقى انا نجحت انا كمان. التيار الكهربي انقطع عن العماره بالكامل، المبنى كله. يبقى اكيد لو في شقه جوه العماره دي لازم يكون ما فيهاش كهرباء، لو فيها كهرباء هنبدا نشك جاي لها كهرباء منين؟ التوصيلات واحده. يبقى ما يصدق على الكل يصدق بالضرورة على الجزء، أنهي جزء المندرج تحته اللي بيبقى تحت منه على طول، أو الجزء اللي منه. مش هنيجي نتكلم أنا سألت على المدرسة بتاعتي فالمدرس قال لي ده مدرسة البنات نجحوا كلهم. طب ما أنا هعرف منين إن أنا نجحت؟ إيه ده؟ ده أنا بتكلم على مدرسة البنات، يبقى مش هعرف أقول إن أنا نجحت. ليه؟ لأنه هو إداني كل أنا غير مندرج تحت منه. يبقى ما يصدق على الكل يصدق بالضرورة على الجزء المندرج تحته، يبقى لازم يبقى فيه علاقة ما بين الأجزاء، ما بين الكل وبين الأجزاء. إيه ده؟ ده دي قاعدة من دي قاعدة منطقية، مع إنها طبيعي إن إحنا نفهمها، بس في مجموعة من القواعد. عشان إحنا كده قلنا المنطق هو علم دراسة قواعد العامة للتفكير الصحيح. يبقى هو بيديني القواعد دي اللي أنا عندي جزء منها، بس في جزء تاني محتاج إن أنا أعرفه. ننقل على الجزء التاني معانا، نلاقي أمثلة تاني. عندنا حصل فريق الدنمارك لكرة اليد على الميدالية الذهبية في البطولة 2024، فتستنتج أن الفريق فاز في المباراة الأخيرة وحصل على المركز الأول. أول ما نقول فريق الدنمارك لكرة اليد حصل على الميدالية الذهبية، يبقى هو الأعلى ترتيبا ما بين الفرق، حقق النجاح في المباراة الأخيرة، هو اللي فاز في المباراة الأخيرة وهو اللي حصل على المركز الأول. ليه؟ علشان أنا قلت إنه حصل على الميدالية الذهبية، والميدالية الذهبية دي مرتبطة بالمركز الأول. طيب في عندنا مثال تاني، تعالوا نشوف. خرجت من المنزل ولقيت إن الأرض، وجدت أن الأرض على طول الطريق مبتلة، فتستدل أن سبب ذلك سقوط الأمطار. أنا خرجت من البيت معرفش أي حاجة بره، وأنا ماشي من البيت لحد المدرسة ودي مسافة طويلة، لقيت إن الأرض مبلولة على مدار المسافة الطويلة دي، فأقول أكيد كده الدنيا مطرت. ليه؟ لأن في عندي تطبيق لمبدأ لكل حادث سبب، مفيش حاجة بتحصل بدون سبب. مادام كل شيء له سبب لازم يبقى موجود. إيه ده؟ يبقى ابتلال الأرض، الأرض مبتلة ليه؟ عشان سقوط المطر. طب ثانية واحدة، ليه أنا قلت سقوط المطر ما قلتش مثلا إن في حد رش الشارع؟ لأن أنا قلت إنها الأرض مبلولة على طول الطريق من مسافة كبيرة جدا، فدي ما حدش هيرشها كلها بالمية، دي أكيد حصل سقوط للأمطار. عرفنا إن إحنا بنستخدم مبادئ المنطق، ولكن في إضافات أو فيما هو أكثر من المبادئ العادية اللي إحنا بنستخدمها، اللي هي التفكير بالتجربة أو بالخبرة اللي إحنا بنتعلمه. تعالوا نشوف إيه تاني هناخده معانا النهاردة. نمرة ثلاثة معانا، أهمية المنطق. المنطق ده علم مهم. ليه؟ ليه هو مهم؟ عندنا أهمية المنطق بيساعد الإنسان في مجموعة حاجات. دراسة علم المنطق بتعلمنا إزاي نستفيد أو نقدر نتحكم في بعض الأمور عشان يبقى تفكيرنا سليم أو تفكير صحيح. أول حاجة عندنا التمييز بين الأدلة السليمة وغير السليمة. هو في حاجة اسمها دليل سليم وفي حاجة اسمها دليل غير سليم؟
ما هي أدلة يا مس، ما دام إحنا قلنا إن دليل على شيء يبقى أكيد سليم يعني. إيه ده؟ ثانية واحدة، وفي كمان حاجة اسمها أدلة كافية وغير كافية. تعالوا نشوف المثال اللي معانا. واحد من الزملاء قال لك إنه نجح لأنه حصل على 45% من درجة الامتحان أو درجة الاختبار. هو إداك نسبة، بس ده دليل غير سليم، ده مش دليل صحيح إن هو نجح. هو اعتقد خطأ إنه نجح لأنه حصل على 45%. 45% دي أقل من نسبة النجاح. يبقى أنت نجحت إزاي؟ أنت بتحاول تديني معلومة غلط، الكلام ده غير صحيح. خلاص كده؟ يبقى دي الدليل الغير سليم. طيب المثال الثاني، أخبرك أحد زملائك أنه متفوق. طب اديني الدليل لو سمحت. كونه حصل على 95% من درجة اختبار الفلسفة. ده جاب 95%، ايه ده؟ وبيقول ان هو ايه؟ متفوق، كلامه صح. يبقى ده دليل سليم. يبقى بيخليني المنطق بيخليني اميز ما بين الدليل السليم والدليل غير السليم، عشان لما اجي اقبل حل لمشكلة او لمعلومة ما اقول دي معلومة سليمة او معلومة غير سليمة. طب لو انا خدت المعلومة الغير سليمة اكيد تفكيري هيبقى في النهاية غير صحيح او غير سليم، لكن لما اقدر افلتر واستخدم الادلة السليمة في الحالة دي هيبقى في عندي تفكير صحيح وسليم. طيب ده كده احنا خدنا مثال على الفرق ما بين الدليل السليم والدليل غير السليم. الدليل غير السليم خد بالك هو جاب درجة فعلا، بس الدرجة دي لا تكافئ معنى كلمة النجاح. يبقى هو بيديني دليل، بس الدليل مش متفق مع الفكره اللي هو كان بيتكلم فيها. طب التاني جاب 95%، ده تتوافق مع كلمه التفوق والتميز. ليه؟ عشان ده كده معناه انه جاب امتياز. الامتياز من اول تقريبا 90%. طب لما يقول ان هو جاب 95 يبقى ده زي الفل، جايب درجات كويس. احنا قلنا الادله السليمه وغير السليمه. نتكلم على الدليل الكافي وغير الكافي. حصولك على 50% من درجة الاختبار يعني أنك ناجح، ولكنك لست متفوق. فين ده؟ فين المعنى المقصود بكلمة كافي وغير كافي؟ كافي إن 50% ده الحد الأدنى للدرجات المعتبر أو المعتبر بيها في النجاح. يبقى 50% من درجة الاختبار ده دليل كافي على النجاح. انت كده نجحت، صح، برافو عليك. يبقى ده كده دليل كافي وسليم كمان. خلاص. طيب 50% على الرغم من انك نجحت انت غير متفوق، لان المتفوق بنبدأ بنقول ان المتفوق من اللي هو الامتياز من 90%، ف50% ده كده دليل غير كافي على التفوق. يبقى العبارة دي كلمة 50% من الاختبار ده دليل كافي على النجاح، لكنه دليل غير كافي على النص الثاني من العبارة اللي هو التفوق. يبقى المنطق بيعلمني ازاي ان انا افرق ما بين الدليل السليم والدليل غير السليم، وبيعلمني ان انا افرق ما بين الدليل الكافي والدليل غير الكافي. طيب ايه تاني؟ تعالوا نشوف النقطة الثانية في أهمية المنطق. المنطق بيعلمني ازاي ان انا احرر الفرد من تأثير العاطفة والاستهواء والدعايات والشائعات. ثانية واحدة، لازم ناخد كل كلمة ونتكلم عنها بالراحة. يحرر الفرد من تأثير العاطفة يعني ما يخليش المشاعر هي اللي متحكمة فيه، ما يخليش انه بيحب ويكره يأثر على حكمه النهائي في مشكلة ما او اتخاذ قرار. مش عشان انا بحب شخص معين فانا اصدق كل الكلام بتاعه. ايه ده؟ يعني المشاعر موجوده، موجوده، ولكن الميزه انها لا تتحكم في الافكار. يبقى تحرير الفرد من تاثير العاطفه مقصود بيه ان الافكار لازم تعدي على العقل مش على المشاعر. مشاعرك موجوده لكن ما تتحكمش في افكارك، ما تخليكش تتخذ قرار خطا. طيب تأثير العاطفة هيوصلني للكلمة التانية، الاستهواء. كلمة استهواء الأصل بتاعها بيأتي من الهوى. يعني إيه الهوى؟ يعني الحاجة اللي أنا نفسي فيها، الحاجة اللي أنا عايز أحققها. إيه ده؟ يعني عاطفة برضو، بس الاستهواء هنا يأتي من الهوى، بمعنى أتبع الحاجة اللي أنا عايز أوصل ليها.
امشي ورا اللي انا بحب. انا قلت ما تخليش العاطفة تخليك تمشي ورا شخص لمجرد انك بتحبه تقول ان الكلام بتاعه 100% صح. ما ينفعش، دي حاجة اسمها استهواء، يعني بتمشي من غير ما تفكر بعقلك. انت اللي متحكم فيك المشاعر، خلاص المشاعر مش العاطفة بشكل عام، لا دي مشاعر الهوى، الحب الزيادة، ان انا عايز اوصل للحاجة الفلانية، دي كده كلمة الاستهواء. طيب لما نتتبع الاستهواء والدعاية، هيوصلني للدعاية الكاذبة، وهيوصلني كمان لتصديق الشائعات. طيب دي كده انا حاولت تفسر معاكم الكلمات، كل كلمة على مفردها. العبارة دي كلها معناها عند البحث والدراسة في أي شيء في أي موضوع، جنب المشاعر، حطها على جنب، شغل عقلك، شوف الكلام اللي انت بتبحث فيه أو المعلومات اللي بتصلك دي، هل هي معدية على العقل والعقل يقبلها، ولا انت بتقبلها عشان حاجة وافقت نفسك وافقت مشاعرك. خلاص ده النص الأولاني، وعدم نشر الأخبار قبل التأكد منها. ما هو أنا لما هشغل عقلي هدور الكلام ده صح ولا خطأ. طب لو هو صحيح أعمل له إعادة نشر، أو أقول يا جماعة خدوا بالكم في عندنا امتحانات أسبوعية، في عندنا تقييم أسبوعي للمواد كلها في الصف الأول الثانوي، معلومة أنا متأكد منها فأنا بقولها. خلاص طيب تعالى نشوف المثال. إعطاء الأم لطفلها الدواء على الرغم من أنه سيتألم. مفيش حد فينا بيحب انه ياخد دواء، وبالاخص لو كان حقن. فلما ماما تيجي تديني دواء وتديهولي وهي عارفه ان الحقنه دي توجعني، هي بتديهولي ليه؟ هي بتحبني في حب، لكن اللي متحكم في الموقف العقل. انا عايزك تتخلص من المرض اللي انت موجود فيه، عايزك تتخطى مرحله الاعياء اللي موجوده او التعب اللي احنا موجودين فيه. يبقى الام لما تعطي طفلها الدواء على الرغم من ألمه انه هيتألم من الدواء ده، هي بتدور على مصلحته. هنا مش المتحكم العاطفة، اللي متحكم العقل، لأنه بص على المصلحة اللي المفروض يصل إليها الطفل. طيب مثال تاني، حكم قاضي على الجاني المريض، واحد متهم وثبتت عليه التهمة ولكنه مريض. حكم عليه القاضي بإيه؟ بالسجن كنتيجة لارتكاب الجريمة. هنا حكم القاضي مرتبط بثبوت الأدلة وارتكاب الجريمة. طيب إن الجاني مريض، لا يؤثر القاضي أو لا يتأثر القاضي في الحكم بإن الجاني ده مريض، مش هيبص نخفف عنه الحكم شوية أصله تعبان، لا إحنا بنبص هو ارتكب الجريمة ولا لا، وإيه العقوبة اللي تتناسب مع درجة الجرم اللي قام بيها هذا المتهم. لحد هنا انا مشغل العقل. لو جيت اتكلمت وقلت انه يا حرام ده تعبان، طب نخفف عنه شويه، بلاش نديله الحكم وليكن مثلا 3 سنين، لا خلاص نديله 6 شهور اصل هو تعبان، لا ده مش كده، ده كده حكم غير صحيح او حكم غير سليم. ليه؟ لان اللي اتحكم هنا العاطفه مش العقل. يبقى حكم القاضي على الجاني المريض بالسجن نتيجه لارتكاب جريمه، هنا لو القاضي حكم حسب الأدلة والبراهين، ده كده إحكام للعقل، شغل عقله واستخدم المنطق بطريقة سليمة. طيب لكن لو تأثر بكون الجاني مريض وخفف العقوبة لأخف درجة ممكنة، لا ده كده تحكمت المشاعر. لو في قاعدة تسمح بذلك يبقى خلاص، لكن لو ما فيش لا مشاعره اللي اتحكم. ناخد كمان مثال، تأكدت من خبر إلغاء الامتحانات الذي نشر على الفيسبوك قبل إعادة نشره. بصينا لقينا بوستات كتير جاي الحقوا لغوا الامتحانات، الوزاره لغت الامتحانات، يا جماعه ده خلاص مفيش امتحانات. فانت بصيت كده، طب لا مفيش امتحانات، امال عامل لنا تقييم اسبوعي ليه؟ طب حاطين عندنا مناهج وحصص و لا ثانيه واحده، الخبر ده مش مظبوط، ومين اللي قال الخبر ده؟ فرجعت للوزاره، صفحه الوزاره، لقيت ان الخبر ده مش موجود، فبالتالي اتاكدت ان الخبر ده مش صحيح، ما نشرتوش، ما عملتلوش اعاده نشر. خلاص لكن لقيت ان في خبر يدل على الغاء امتحان شهر مثلا او الغاء جزئيه معينه من المنهج، ولقيته موجود على صفحه الوزاره، فاعدت النشر. انت اتاكدت من المعلومه،
يبقى مش انا فرحان ان مفيش امتحان فرحت مشير على طول، لا ده انا شغلت عقلي. يبقى الاهميه الثانيه للمنطق تحرير الفرد من تاثير العاطفه والاستهواء والدعايات والشائعات. تمام كده، نبدا نشوف ايه تاني في اهميه المنطق. نمره 3 في اهميه المنطق تنميه الاتجاه النقدي لدى دارسيه بفحص الحجه والدليل والتاكد من وفحص المقدمات ليتاكد من لزوم النتيجه عن المقدمات. عباره طويله قوي، تعالوا نشوف. تنميه الاتجاه النقدي لدى الدارس، كلمه نقد معناها زي ما مكتوب قدامنا كده الوقوف على ايجابيات الشيء وسلبياته. اي حاجه في الدنيا هحطها على ميزان النقد. ميزان النقد مش الفلوس، النقد يعني بيان اوجه المميزات في الشيء او العيوب، وابدا اشوف الحاجه دي مميزاتها اكتر من عيوبها يبقى هقبل بيها، عيوبها اكتر من مميزاتها فهرفضها. يبقى ده المقصود بكلمه الاتجاه النقدي. طيب هوصل للميزان ده ازاي؟ انا مش مره واحده كده هلاقي نفسي اقدر اطلع ايجابيات وسلبيات كل شيء، لا، هفحص الحجه والدليل، هبص على الحجج والمقدمات اللي موجوده قدامي واشوف هي سليمه ولا غير سليمه، كافيه ولا غير كافيه. ايه ده؟ يعني دي مس النقطه الاولانيه اللي احنا خدناها، اه، فحص الحجه والدليل ان انا بتاكد منه هو صح ولا خطا. ماشي؟ طيب ايه تاني؟ فحص المقدمات ليتاكد من لزوم النتيجه عن المقدمات. لزوم النتيجه يعني ان النتيجه دي مترتبه على المقدمات دي. طب نقول مثال، لو انا قلت ان الطالب سين دخل امتحان ماده الفلسفه ولم يجب على اي سؤال، النتيجه المفترض اللي تلزم عند ايه؟ انه لازم كده هيرسب في ماده الفلسفه. طيب نقول مثال تاني، قلنا ان طالب صاد دخل امتحان الفلسفه واجاب عن كل الاسئله بتميز، يبقى النتيجه اللازمه ان الطالب صاد هينجح بتفوق. طيب اما اجي اقول بقى مثال ان طالب سين ما دخلش امتحان الفلسفه، يبقى المتوقع ايه؟ انه يرسب في امتحان، يرسب في ماده الفلسفه، ما دخلش الامتحان، ما جاش، فلاقي ان النتيجه انه رسب في امتحان اللغه العربيه. ايه ده؟ المقدمات دي ما توصلنيش للنتيجه دي، لا 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 لا، انت جايب لي كده مقدمات مش مرتبطه بالنتيجه اللي حصلت، اكيد انت اتلخبطت في حاجه، هو اكيد سقط في ماده الفلسفه لانه ما حضرش الامتحان. يبقى لازم اربط ما بين المقدمات والنتائج. خلاص؟ طيب هنا بقى بيقدم لي الأدلة الواضحة على صحة النتائج اللازمة عن المقدمات. طب تعالوا نشوف مثال. تمكنك من توضيح، أنا هبدأ بالمثال التاني، تمكنك من توضيح المميزات والعيوب للألعاب. الألعاب والرياضة جميلة بس كل لعبة لها مميزات وعيوب، فأنا قدرت أقول إن اللعبة دي مميزة في 1 2 3 والعيوب بتاعتها 1 2 3. زي مثلا لعبة التنس لعبة جميلة وكل حاجة بس ليها متطلبات غالية، متطلبات المضرب والتدريبات بتاعتها غالية، ان انا ما عنديش اللياقة البدنية الكاملة ليها، ان هي بتتطلب سرعة في الاداء. وهو ايه ده؟ انت بدأت تقول عن نفسك تنفع معاك اللعبة دي ولا لا لما طلعت مميزاتها وعيوبها. خلاص؟ تأكدت من عدم صحة خبر إلغاء الامتحانات النقل للمرحلة الثانوية بالرجوع لصفحة وزارة التربية والتعليم. لقينا خبر، ده اللي احنا كنا بنقوله في الجزء الأولاني. شوفوا كده كل واحدة من الأهميات بتوصل للتانية. قلنا في الأولاني في النمرة 2 إن أنا ما أخضعش للعاطفة والاستهواء وتصديق الشائعات، يبقى أنا هتأكد من كل شيء. لما لقيت خبر إلغاء امتحانات النقل للمرحلة الثانوية اللي هو أولى وثانية ثانوي يعني، فرجعت للوزاره، صفحه الوزاره عشان تشوف الخبر ده عندهم ولا لا، لقيت ان وزاره التربيه والتعليم مش نشر الاخبار ده، لا، ولقيتها نشرت تكذيب، يبقى اتاكدت ان الخبر اللي تم اذاعته على صفحات التواصل الاجتماعي خبر غير صحيح. ايه ده؟ يبقى انا طلعت المميزات للخبر والعيوب، وبالتالي لقيت عيوب وهي اللي موجوده، يبقى الخبر ده مرفوض. يبقى ده المقصود بالاتجاه النقدي
وفحص الحجة والدليل والتأكد من لزوم لزوم النتائج عن المقدمات. إيه تاني عندنا في أهمية المنطق؟ تعويد الإنسان على اختيار ألفاظه بدقة. بنقول إيه؟ إيه الكلمات اللي تصح واللي لا تصح؟ إيه الكلمات اللي لو حد سمعها يفهمها بأكثر من معنى؟ كده هلاقي إن الكاتب لما بيجي يعمل قصة بيبدأ يختار ألفاظ واضحة ومحددة المعنى وترتبط بمقصود الكاتب هو قصده. يعني مثلا لو جينا قلنا مثال، وده مثال معتاد أو شائع، إن أنا أجي أقول الجبن لذيذ الطعم، الجبن، الجبن المقصود بيه ما يؤكل ولا مقصود بيه انعدام الشجاعة؟ فأنا لازم أقول الجبن الذي أكلته لذيذ الطعم. طيب تعالوا نشوف الكاتب لما يجي يقول القسورة حيوان رائع. مين القسورة؟ أنا مش عارف مين ده. طب أنت قصدك إيه طيب؟ طب قصدك القطة؟ طب ده حيوان جديد إحنا ما نعرفش عنه حاجة. أكتشف إن الكلمة دي مقصود بيها الأسد. إيه ده؟ يبقى بنختار الألفاظ الواضحة اللي متعارف عليها. طب لو في حاجة غير واضحة أوضحها بنفسي، أنا أقصد كذا. وده بنلاقيه في بعض الكتب لما بيحط لنا الكلمة ويحط جنبها يقصد بيها كذا، أو الكلمة دي معناها كذا، في الجملة دي قصدي كذا. خلاص، يبقى المنطق بيعلمني أختار اللفظ بدقة. ليه؟ علشان اللي قدامي يفهمني، وعلشان أنا اللفظ الفكرة بتاعتي تصل بصحة، وعشان يبقى فيه تواصل سليم ما بيني وما بين الآخرين، وعلشان لما أعرض فكرة أعرض جوانبها مميزاتها وعيوبها بشكل سليم. يبقى مهم جدا إن المنطق بيعلمني اختيار الألفاظ بدقة. إيه تاني؟ بيعلمني الروح العلمية، تنمية الروح العلمية للفرد. إيه هي الروح العلمية للفرد؟ الاهتمام بحاجة اسمها مناهج البحث وموضوعات التعريف. مناهج البحث يعني الطرق اللي احنا بندرس بيها الظواهر المختلفة. مش فاهم برضو يا مس؟ أقول لكم إن مناهج البحث كل حاجة في الدنيا ليها طريقة في البحث بتاعها، أو إزاي إن أنا أكتشفها أو أدرسها ليها طريقة معينة. يعني مثلا الرياضيات بتدرس بطريقة عقلية نظرية. الرياضة لما بنيجي ندرسها بندرسها بالعقل. يديني مسألة ويبدأ يقول لي برهن على أن ألف ب تساوي ب تساوي د ج مثلا، ويديني رسمة ويبدأ إن هو يتكلم فيها، ألاقي إن هو بنتكلم بالعقل. أنا ما بعملش حاجة مادية، أنا بفكر إزاي أثبت إن ألف ب تساوي ج د مثلا بالعقل. يبقى ده منهج عقلي، بستخدم المنهج النظري مش محتاج تطبيق. لكن لما ندخل مثلا المعمل في مادة الكيمياء ويقول لي وريني التفاعل بتاع الصوديوم مع الكلور عشان يديني كلوريد الصوديوم، لا ده انا ممكن اعمل تجربة اجيب صوديوم وكلور واحطهم في صفات معينة او بأداء معين في داخل المعمل فيديني. ده كده اسمه منهج تجريبي، يعني انا بعتمد على اجراءات بتتم في داخل المعمل عشان اوصل لنتيجة معينة. ماشي؟ طيب موضوعات التعريف، ازاي ان انا اعرف او اوضح الاشياء. اعرف الاشياء يعني اوصفها، يعني اقول ده مسمى ايه، الصفة الاساسية بتاعته ايه، الحاجة دي تدرس بانهي علم، الحاجة دي تدرس بانهي طريقة. تمام، نشوف الامثلة معانا. هلاقي استخدام العلماء للمنهج التجريبي للتجربة في دراسة الظواهر المادية زي الضوء والصوت، دي ظواهر مادية يمكن إجراء التجارب عليها، فأنا بستخدم المنهج التجريبي. يبقى هنا المنطق بيعلمني الحاجة دي مادية يصلح معاها المنهج التجريبي، ودي إحنا بندرسها دلوقتي عشان إن شاء الله هناخد أفكار عامة عنها بعد كده لما نخلص المرحلة الثانوية، ده تاخدوها بتوسع كبير جدا في المناهج البحثية في الدراسات المختلفة في الكليات المختلفة. كل كلية ليها نوع من المناهج البحثية اللي تدرس فيها. خلاص؟ طيب
ايه تاني؟ استخدام المنهج الوصفي في دراسة بعض الأمراض النفسية. عندنا شخص مريض نفسي، عايزين نشوف الحالة بتاعته دي وصل لكده ازاي. فأنا أكيد مش هتعامل معاه بطريقة تجربة، يعني مش هجري عليه تجربة مثلا، لكن هقعد الطبيب النفسي بيقعد يعمل ايه؟ يشوف الحالة ويبدأ يسمع منه، يوصف الأعراض اللي موجودة، يشوف ردات الفعل. ده احنا بنسميه المنهج الوصفي، لأن دراسة الأمراض النفسية يتناسب معاها في بعض الحالات المنهج الوصفي فقط. تمام كده يا شباب؟ نبدأ نشوف ايه اللي عندنا. فكر وأجب. إن كان الشغف يقودك فدع المنطق يمسك اللجام تفاديا للخطأ. العبارة دي بتقول لي إن إحنا نتمسك بواحدة من فوائد المنطق. إن كان الشغف يقودك فدع المنطق يمسك اللجام تفاديا للخطأ. إيه هو الشغف؟ ده واحدة من المفردات اللي بنتكلم بيها على المشاعر أو العاطفة. هنا مادام اللي بيقود الإنسان العاطفة بتاعته، فخلي المنطق أو العقل هو اللي يمسك اللجام عشان يمنعني من الخطأ. يبقى العبارة دي بتدعو إلى التمسك بإحدى فوائد المنطق، وهي التحرر من العاطفة، لأن أنا هنا ما اتكلمتش على اختيار لفظ معين أو إيضاح لفظ، يبقى مش هتنفع عندي اختيار الألفاظ بدقة، ومفيش عندي مفهومين قريبين، فبالتالي هقول إنه بيوضح لي أو بيزيل اللبس. اللبس هنا يعني الخلط أو الخطأ ما بين المفاهيم، الاختلاط ما بين المفاهيم، وما قاليش إن أنا هقيم شيء أو هأدرك بعقلي الجانب الإيجابي أو الجانب السلبي، فبالتالي ما ينفعش عندي تنمية الروح النقدية. الوحيدة اللي تنفع عندي هي التحرر من العاطفة، وخصوصا أن كلمة الشغف تساوي المشاعر أو تساوي درجة من درجات العاطفة. يلا بينا نشوف سؤال كمان. حصلت على المرتبة الأولى في مسابقة القصة القصيرة بسبب ترابط أحداث القصة وكلماتها المعبرة الواضحة. الموقف ده يجسد إحدى فوائد علم المنطق، وهي اختيار الألفاظ بدقة، ولا إزالة اللبس بين المفاهيم، ولا التحرر من العاطفة، ولا تنمية الروح النقدية. هو هنا بيقول لي أنا حصلت على المرتبة الأولى، يعني خدت الجائزة الأولى في مسابقة القصة القصيرة، وكان التعليق من الحكام إن أحداث القصة مترابطة، بس الأكتر إن كلماتها معبرة وواضحة. يبقى أنا هنا إيه الإجابة الأكثر دقة في الاختيارات الأربعة اللي هي الفايدة اللي علمها لي علم المنطق؟ اختيار الألفاظ بدقة. يبقى أنا كده بتعامل لما بتكلم على كل ما يخص اللغة، الألفاظ، دقة اللفظ، الوضوح في المعنى، يبقى أنا كده بتكلم على اختيار الألفاظ بدقة. السطحيون وحدهم هم من يحكمون على الناس من مظهرهم الخارجي، فلا تكن منهم. كده العبارة دي بتدعونا لدعوة كده للتمسك بإحدى فوائد علم المنطق. اختيار الألفاظ بدقة، ولا إزالة اللبس بين المفاهيم، ولا التحرر من العاطفة، ولا تنمية الروح النقدية. بيقول لي السطحيون وحدهم هم من يحكمون على الناس من مظهرهم الخارجي، يعني الشخص اللي تفكيره مش عميق، سطحي، بيحكم على أي حد يقابله من المظهر، ما دورش هو الشخص ده ممكن يكون كويس في حاجة، ممكن يكون أحسن في حاجة، هو بس مظهره هو اللي مادام هو لابس كويس وشكله كويس وبيتكلم لغة إنجليزية يبقى ده أحسن حد في الدنيا. ويبص على النقيض، مادام ده شخص لابس زي متواضع شوية، بيتكلم باللغة العامية عادي، بيضحك ويهزر مع الناس، يقول إيه ده؟ لا لا لا، ده شخص بسيط. طيب هو الدعوة لا تكون منهم. يبقى العبارة دي بتدعونا للاستفادة أو للتمسك بواحدة من فوائد علم المنطق. إيه هي؟ فكروا معايا. اختيار الألفاظ بدقة، ولا إزالة اللبس بين المفاهيم، ولا التحرر من العاطفة، ولا تنمية الروح النقدية. برافو عليكم، تنمية الروح النقدية، لأنه هنا الدعوة لإني أنا أبص على المظهر الخارجي، بس أخد بالي إنه ممكن يكون في حاجات مستخبية.
في حاجات محتاجه ان انا ادقق النظر شويه، محتاجه ان انا ابص بنقد، ادور على مميزات وعيوب، اخد بالي من الافكار وابدا ان انا ادرسها شويه. ايه ده؟ يعني المفروض ان انا يكون عندي روح نقديه؟ ايوه، العباره بتدعو لتنميه الروح النقديه. ناخد سؤال اخير. يقولون ان ما نترك بالمنطق لا يفترض ان نعود اليه بالعاطفه. القول السابق يبرر اهميه دراسه علم المنطق كونه يسلم بالاحكام المسبقه الجاهزه، ولا يحتم استخدام اللغه بدقه، ولا يخلصنا من القابليه للاستهواء، ولا يعلل الحوادث على حقيقتها. تعالوا نفسر الاختيارات بتاعتنا الاول. يسلم بالاحكام المسبقه الجاهزه يعني هيقبل اي حاجه قدامه بدل ما هي جاهزه وما بيفكرش فيها. يحتم استخدام اللغه بدقه يعني استخدم افكارك، استخدم الالفاظ بتاعتك بوضوح وترتيب بمعنى سليم. طيب، يخلصنا من القابليه للاستهواء يعني بيخلينا ما نجريش ورا حاجه احنا وفقه الهوى او وفقه مشاعرنا، بيقول لا 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 ابعد عن الاستهواء، يعني ما تصدقش اي حاجه كده بسهوله. طيب، يعلل الحوادث على حقيقتها يعني بيديني سبب لكل شيء، الحاجه زي ما هي حصلت بوصل للسبب بتاعها المباشر. ها، تفتكروا يقولون ان ما نتركه بالمنطق لا يفترض ان نعود اليه بالعاطفه. ها، يبرر اهميه دراسه المنطق لانه بيخليني اعمل ايه؟ ها، برافو علينا، يخلصنا من القابليه للاستهواء. القابليه للاستهواء قلنا سببها ان انا بيتحكم في العاطفه، هو اللي انا بسيبه بالمنطق المعنى العباره، اللي ما بجيش اللي برفضه بالمنطق اكيد مشاعري ما تخلينيش اروح له مره ثانيه. يبقى القول السابق ده بيقول لنا ان المنطق بيعلمنا التخلص من القابليه للاستهواء. وبكده نكون انتهينا من الدرس بتاعنا النهارده. اتمنى ان تكون دراسه علم المنطق معاكم السنه دي تكون دراسه خفيفه، ونتعلم منه ازاي نفكر صح، ونتعلم معاكم كمان ازاي نتعامل مع المواقف الحديثه والدراسات الحديثه والاشياء اللي احنا مستحدثه عندنا في الحياه. اتمنى ان يكون الشرح وفق اعجابكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في الحصه اللي جايه. انا كنت معاكم اماني بسيوني، معلم اول مواد فلسفيه، ان شاء الله الاسبوع اللي جاي تكمل مع بعضينا دراسه المنطق. شكرا لحضرتك.